السلام عليكم ورحمة الله. الليلة حنوريكم جميع جليتشات الروينز التي ما زالت تعمل حتى بعد آخر تحديث 1.05. الفيديو ده حيكون تكملة للفيديو السابق، إذا ما شفتوا امشي شوفوا. وأيضا 91% من المشاهدين ما مشتركين في القناة، بتمنى الناس إنها تشترك. طيب أنا هعمل الجليتشات دي علما بأني في التختيمة الأولى، وحوريكم على كم ألف من الروينز هتحصلوا إذا عملت الجليتشات دي باستخدام معززات الروينز وبدون استخدام معززات الروينز، اللي هي غضم الطائر الذهبية وطلسم الخنفساء الذهبية. إذا ما عارف كيف تحصل عليهم هسيب لك رابط في الديسكريبشن أو هيظهر لك فيديو في ركن الشاشة. طيب الجليتش الأول حيكون في منطقة الدماء. منطقة الدماء مليئة بالجليتشات حاليا. مكان الجليتش في الجريس أو البوم فاير الثانية وانت في طريقك نحو قلعة الدماء. طيب من هنا انزل من التلة دي وتطي حصانك واتجه ناحية الجدار ده. هنا الصخور بارزة والجليتش ده بشوفه أسهل من الجليتشات الثانية لأنه الصخور فيه واضحة. أطلع بنفس الطريقة في الفيديو ده، تعال إلى الفجوة دي. هنا أنزل بنفس الطريقة في الفيديو لأنه إذا نزلت غلط حتموت، واضرب بسلاحك لحد ما تحصل على الرونز. هنا الوقت اللي هتحصل فيه على الرونز هيكون من دقيقة لدقيقة وعشر ثواني. إذا عملت الجليتش ده باستخدام معززات الرونز هتحصل على 189,000 روينز. إذا عملت الجليتش بدون استخدام معدات الروينز هتحصل على 127,000 روينز. بمجرد ما تحصل على الروينز افتح الخريطة وانتقل للجريس وكرر العملية بقدر ما انت محتاج من الروينز. طيب انتقل للجليتش الثاني موجود في الديب روت ديبس كما هو موضح في الخريطة. الجليتش ده عنده طرق كثيرة لكن احنا هنوريكم الطريقة البسيطة، او هي ممكن ما تكون بسيطة او هي شوية معقدة. من هنا اتجه ناحية الحافة دي واقفز وتأخر شديد في القفزة الثانية واضرب بسلاحك، لان اذا ما تأخرت في القفزة الثانية حتموت والجليتش ما حيدفع. وقت حصولك على الروينز هيكون من دقيقة الى 30 ثانية. إذا عملت الجليتش بدون معززات الروينز هتحصل على 47,000 روينز. إذا عملته باستخدام معززات الروينز هتحصل على 80,000 إلى 70,000 روينز. الروينز هتكون هنا على دفعات على ثلاثة. الروينز هنا هتكون على ثلاثة دفعات. عشان كده أصبر لحد ما تحصل على الروينز. بمجرد ما تحصل على الروينز افتح الخريطة وانتقل إلى الجريس وكرر العملية بقدر ما أنت محتاج من الروينز. طيب ننتقل الى الجليتش الثالث ايضا موجود في منطقة الدماء في نفس الجريس اللي كان فيها الجليتش الاول. في الثاني جريس تلاقيك وانت متقدم ناحية قلعة الدماء كما هو موضح في الخريطة. من هنا برضو انزل من الهضبة دي وتطي حصانك. المرة دي حنمشي ابعد شوية، تجي بنفس الطريق ده هنا بمحاذاة الجدار عشان في اعداء هيصخروا وحيمنعوك التقدم. طيب بعد تصل الى الصخور دي هنا اتجه ناحية الجدار ده وحتكون فيه زي صخور بارزة تقدر تقفز فيها. اقفز بنفس الطريقة اللي في الفيديو عشان تصل فوق. واتجه ناحية الفجوة دي. في الفجوة دي اقفز وتأخر في الغفزة الثانية عشان تطلع من الفجوة، لانه اذا غفزت غلط حتموت وما حتفعل الجليتش. واضرب بسلاحك. وقت حصولك على الرونز هنا هيكون من دقيقة الى 10 ثواني. إذا عملت الجليتش ده بدون استخدام معززات الروينز هتحصل على 128,000 روينز، وإذا عملته باستخدام معززات الروينز هتحصل على 200,000 روينز. بمجرد حصولك على الروينز افتح الخريطة وانتقل إلى البوم فاير وكرر العملية بقدر ما أنت محتاج من الروينز. آخر جليتش موجود في المنطقة الثلجية في منطقة العمالقة فليم بيك في الجريس الموضحة في الخريطة. من هنا امتطي حصانك تابع في الطريق ده عشان تصل منطقة الجليتش.
اتصل لتمثال العملاق ده اقفز قفزتين وتأخر في الغفزة التانية واضرب بسلاحك. هنا وقت الجليتش او وقت حصولك على الروينز حيكون من دقيقة الى دقيقة وعشرة ثواني. اذا عملت الجليتش ده بدون استخدام معزات الروينز هتحصل على 60 الى 70 الف روينز، واذا عملت باستخدام معزات الروينز هتحصل على 100 الى 90 الف روينز. مجرد حصولك على الروينز افتح الخريطة وانتقل للبوم فاير وكرر العملية بقدر ما انت محتاج من الروينز. بس ده كان الفيديو اليوم، اذا عجبك الفيديو ادينا لايك، واذا ما مشترك اشترك، وشكرا.